أثبتت عدة أبحاث أنتجها العلماء خلال العشر سنوات الماضية أن حوالي 50% من سعادة الإنسان تحددها جيناته، ومع ذلك فإن أتعس الناس حظا في ذلك الصدد ما زال باستطاعتهم التمسك بالحصول على 50% الأخرى من السعادة كاملة وفقا لاختياراتهم وقراراتهم الشخصية. وبحسب أبحاث أجراها طبيب علم النفس الأمريكي الدانر، فإن لكل منا خط أساس للسعادة، فالإنسان قد يصل إلى قمة سعادته بفوزه باليناصيب على سبيل المثال، أو يصل إلى قمة ضيقه عند إصابته بالشلل، إلا أنه في الحالتين يعود لنقطة البداية من خط أساس السعادة بعد مرور فترة ما من الوقت. وتعتقد سونيا ليبوميريسكي أستاذة علم النفس الأمريكية أن هناك عدة محددات قد تزيل معدل بهجتنا وتساهم في ارتفاع خط أساس السعادة، وأن المال الوفير ليس هو المحدد الأهم، ولكن كيفية إنفاقه في الأوجه الصحيحة هو ما يزيد المعدل. فشراء بعض الزهور لزوجتك أو لعبة عادية لأطفالك أو حلوى لأصدقائك يساعدك على الإحساس بالرضا النفسي، كما أن الأنشطة التطوعية وتسجيل كل الأشياء الإيجابية التي تحدث في اليوم الواحد تساعد على رفع معدل السعادة، والتسامح مع الآخرين ونسيان الماضي والتفكير في قرارات المستقبل تقلل مستويات القلق والتوتر، وهي مسببات رئيسية للتعاسة. ومن ضمن المحددات التي ركزت عليها الدراسة أيضا تحديد أهداف مهمة وبذل العطاء لتحقيقها، ما يساهم بشكل أساسي في تعزيز الإحساس بالحياة، كما أن التدريبات البدنية كالركض وحمل الأوزان والحصول على جسد رشيق وصحي تعزز الثقة والمزاج العام. وأظهرت النتائج أن النوم غير الكافي يقلل التركيز ويضعف الذاكرة ويؤثر سلبا على معدل السعادة، وأن قضاء وقت أكبر مع الأصدقاء يجعلنا أكثر صحة وأكثر ارتياحا. ولم تخفى للدراسة عامل الضحك، فطبقا للدراسة فإن الأيام التي تمر بدون سماع طرفة جيدة أو الضحك على مقطع فيديو ما أو الجلوس مع أصدقاء ظرفاء تؤثر على اتزاننا النفسي والعقلي بقدر لا بأس به. آلاف الكتب والمقالات والفيديوهات يتم إنتاجها سنوياً للبحث عن مفهوم مسببات السعادة، وهي نفس الفكرة التي لطالما ناقشها كبار الفلاسفة منذ عشرات القرون. ورغم اختلافهم على تحديد الأهداف التي تصل بنا إلى بر السعادة، إلا أنهم اتفقوا جميعاً أننا نحن من يقرر صنعها بأيدينا.